ازيكم يا احلى باشمهندسين، النهارده هناخد البولتج جاين. طبعا احنا اتفقنا ان احنا من البدايه خالص علشان اوصل ما بين اي جزئين ابسط وصله عندنا هي البولتج جوينت، اللي هي ايه؟ وصله المسمار والصاموله. هنتفق النهارده ازاي ان احنا نرسمهم مع بعض كل جزء لوحده، وبعد كده قدام ان شاء الله هناخد ازاي ان احنا نرسم اكتر من جزء مربوط ببعضه ومحطوط في عمليه السكشنينج. طيب تعالوا مع بعض. اول حاجه خالص ازاي ان انا ارسم صاموله. علشان ارسم صامولة، الصامولة دايما بتجيلي بأبعاد ستاندر، طبعا علشان هي بيتم انتاجها ماس برودكشن، انتاج كمي، يعني ما ينفعش ان انا اروح اطلب صامولة واحدة، لا، المصنع كله بيبقى قايم على انتاج عدد كمي كبير جدا من الصواميل، وبالتالي اتفق المهندسين العظماء ان احنا نعمل ايه؟ حاجة ستاندر للأبعاد بتاعتي. طيب لازم ان انا اتعرف على الابعاد دي. اول حاجه ان انا لما اجي اشتري صاموله لازم ابقى متاكد وعارف ان انا لما بقول للراجل انا عايز صاموله لازم اقول له قطرها كام. ليه؟ القطر ده مش بيمثل لي القطر الكبير بتاع الصاموله اللي هو من بره، لكن القطر ده بيمثل لي ايه يا باشمهندسين؟ بيمثل لي القطر الداخلي بتاع الثقب اللي جوه الصاموله، اللي هو الثقب المقلوظ اللي جوه ده يا باشمهندسين. الثقب ده يا باشمهندسين القطر بتاعه بيكون دي، اللي هو ايه يا باشمهندسين؟ اللي هو برضو القطر بتاع المسمار اللي انا بربطه جوه الصاموله بتاعتي يا باشمهندسين. فبالتالي لما اجي اعرف الصاموله بعرفها بالقطر، القطر هو القطر الداخلي بتاعها بالشكل ده. طيب يبقى دي اول حاجه عندي اللي هي دي كابتل. طيب بعد كده في السيكنس بتاع الصاموله او الارتفاع بتاع الصاموله، بتاع الارتفاع بتاع الصاموله ده اللي هو التي. الستاندر بتاعي يا باشمهندسين ان الارتفاع بتاع الصامولة بيكون نفس القطر بتاع الصامولة الداخلي. طيب في حاجة اسمها الويدز. الويدز دي يا باشمهندسين اللي هي ببساطة المسافة ما بين التو بارلل ايدجز، الاتنين الرأسيين اللي قدامي دول كده مثلا، دول هما بيبقى الويدز بتاع الهكساجونال اللي عندي، الشكل السداسي اللي عندي. الستاندر بتاعه ان هو بيبقى مرة ونص من دي، وبزود عليه كده 3 مليمتر. وفي ناس ما بتزودش ال 3 مليمتر لعملية السمبليفيكيشن، وهنعرف قدام ليه الحاجات اللي احنا بنضيفها دي لما بناخد التجاوزات والتولرانس قدام ان شاء الله. طيب الريديوس اوف شامفر، زي ما احنا شايفين كده ان الصامولة ما ينفعش انها تكون شارب كورنر من فوق، فبالتالي بيتم عمل ليها شامفرينج نتيجة لعملية الشطف ده، فبيتولد ريديوس. الريديوس ده هو يا باشمهندسين بتاع الكيرف اللي نتج ده، هو بيبقى نص القطر بتاعه كام؟ مرة ونص من الدي. تمام كده. طبعا انا يعني مش عايزه اكد على ان في عمليات التصميم احنا اضطرينا ان احنا نعمل شامفر. ليه؟ لان ما ينفعش انها تبقى شارب كورنر بالشكل ده. ليه؟ لان ممكن واحنا اثناء الربط والفك يحصل ان ايه الشارب كورنر ده يعور في ايدينا، فده طبعا من الحاجات اللي لازم اخدها في اعتباري اثناء عمليه التصميم. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي ان انا ارسم صاموله التلات مساقط بتوعها. يعني هو طلب مني ان انا ارسم هكسجونال نات والقطر بتاعها مثلا 40. طيب يبقى انا علشان ارسمها يا باشمهندسين اول حاجة لازم ارسم المسقط بتاعي الافقي الاول، مثلا في الحالة دي اللي هو مثلا التوب بلين. لو انا هبص على الصامولة من فوق فهشوف الشكل الهكسجنال، يبقى ببتدي بالمسقط اللي الصامولة فيه يبقى الشكل بتاعها هكسجنال. يبقى ساعتها يا باشمهندسين برسم ببساطة خالص تو سنسور لاين بالشكل ده. ليه؟ علشان خاطر ابتدي ارسم الصامولة بتاعتي اهو. يبقى هرسم تو سنسور لاين، وطبعا زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان اما ان التو سنسور لاين يتقابلوا في الشرطة الكبيرة او يتقابلوا في الشرطة الصغير بالشكل ده كده يا باشمهندسين. بعد ما انا رسمت التو سنتر لاين بتوعي هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارسم القطر الداخلي اللي عندي. طيب القطر الداخلي اللي عندي المفروض هو كام؟ انا قلت انا عايز ارسم صاموله قطرها 40، يبقى القطر بتاعي 40 الداخلي، يبقى هفتح البرجل ب 40 على 2 اللي هي 20، يعني 2 سنتي، وارسم الدايره الداخليه بتاعتي اهي بالشكل ده كده يا باشمهندسين. طيب بعد كده انا هعمل ايه؟ انا عارف ان الثقب ده مقلوظ يعني جواه قلووز. طيب
هل بيتمثل يا باشمهندسين بدايرة واحدة؟ لا، اتفقنا ان هو هيتمثل بدايرتين. ليه يا باشمهندسين؟ علشان انا عندي الثريدنج اللي بيبقى على الجسم بتاعي بالشكل ده من بره، الثريدنج اللي هو القلاووز واللي هندرسه بالتفصيل، هيبقى ايه يا باشمهندسين؟ هيبقى ليه توب وهيبقى ليه قاع، وبالتالي يا باشمهندسين لازم لما اجي امثله هيبقى فيه دايرتين، فبالتالي الدايرة الخارجية والدايرة الداخلية. الدايرة الداخلية علشان المهندسين يعرفوا ان ده قلاووز يا باشمهندسين، اتفقوا كلهم مع بعض ان انا هرسم الدايرة وهتبقى تلات ارباع دايرة بالشكل ده. طب قطرها ايه التلات ارباع دايرة دي؟ قطرها يا باشمهندسين اللي هو القطر الداخلي للقلاووز 0.85 من القطر بتاعي. يبقى ده الدايرة اللي جوه بتاعت القلاووز قطرها 0.85 من الدي بتاعي يا باشمهندسين. يبقى دي كده بالنسبة لي اول حاجة انا رسمتها. طيب هبتدي ان انا ارسم بقى الدايرة التانية. الدايرة التانية اللي هي ايه؟ بس دي بقى هرسمها بخط خفيف بالنسبة لي، زي بالظبط ما انا رسمت زي خطوط العمل بالظبط، تمام كده. فالدايرة التانية بالنسبة لي يا باشمهندسين المفروض اللي هي اللي بتمثل لي ايه؟ اللي بتمثل لي الويدز. لو نرجع تاني في السلايد اللي فات هلاقي فيه الدايرة اهي يا باشمهندسين، اهي الدايرة اللي انا ماشي عليها دي، اهي بالشكل ده الاورنج دي. الدايرة دي لو انا رسمتها مش اقدر من خلالها اعرف ان فيه الويدز ده، يعني قطرها هو الويدز بتاعي اللي هي بتمثل لي ايه هنا، اللي هي الدايرة دي اللي نتجت نتيجة لايه؟ لعملية الشنفر اللي انا عملتها. فبالتالي هرجع تاني وارسم الدايرة بتاعتي دي يا باشمهندسين، القطر بتاعها هيبقى 1.5 من دي زائد 3 ملم، واخد اهو الدايرة اهو بالشكل ده كده. ابتدي بقى ارسم الهكسجنال بيزد على الدايرة دي، زي ما احنا خدناها السنة اللي فاتت ازاي ان انا ارسم الهكسجنال بتاعي. لو انا هبطرد ان التو ايدجز بتاعتي الافقيين هما اللي على الارض بالشكل ده كده اهو، فهرسم خط بالشكل ده وهرسم خط موازي لي من فوق اهو بالشكل ده كده اهو عند نهاية الدايرة، مماس للدايرة بالشكل ده، وبعدين هميل المثلث بالمثلث بتاعي اللي هو 30-60 اهو، واخد زاوية 60 مع الافقي، وفي نفس الوقت يمثلي الدايرة بتاعتي يا باشمهندسين اهي بالشكل ده، وزيها بالظبط من اخدها يعني من احرك المثلث بتاعي، وبنفس الزاوية اهو من تحت اللي هو 60 بالشكل ده اخد مماس للدايرة بتاعتي يا باشمهندسين من تحت كده اهو. وابتدي ان انا اعمل نفس الموضوع بالنسبة ايه للناحية التانية اهو بالشكل ده، اخد الزاوية بتاعتي اهي شطار اهي وتبقى مماس للدايرة من الناحية دي، وفي نفس الوقت اعمل التوازي بتاعي من الناحية دي كده بالشكل ده كده يا باشمهندسين على الزاوية 60 كده. انا ضمنت ان انا ايه رسمت هيكسجنال، والهيكسجنال بتاعي ده قابل بعضه كله بالشكل ده كده يا شطار اهو بالشكل ده. طيب انا رسمت كده الهيكسجنال تمام، طبعا يعني اراعي ان انا مش برسم عندي بابعاد، فممكن يكون الخطوط بتاعتي اللي هي التقابل مش مظبوطة زي ما احنا شفنا كده مع بعض. طيب بعد ما انا رسمت الهكسجنال بتاعي بالشكل ده ابتدي ان انا اسقط النقاط بتاعه فوق، هبتدي ان انا اعمل الاليفيجن. طيب اللي هي النقاط ان هي بقى اللي هي النقاط اللي هي بالنسبة لي النقطة اللي هي دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، واقوم جاية عاملة ايه اسقطهم فوق. طيب لما هسقطهم فوق الشطار هعمل ايه؟ هطلع المسقط بتاعي اللي هو المسقط اللي عندي اللي هو ايه الشطار اللي هو الاليفيجن بتاع النط اللي عندي. يبقى هاجي على الاربع نقط هسقط كده خطوط خفيفة من الاربع نقط بتوعي بالشكل ده كده اهو لفوق بالشكل ده اهو، وزيها النقطة دي كده اهي لفوق بالشكل ده، وزيها برضو النقطة دي اهي بالشكل ده لفوق. بعد كده هبتدي بقى ان انا ارسم ايه؟ ارسم المسقط الرأسي بتاعي بتاع النط اللي عندي. هي هتبتدي من الارض اهو يا باشمهندسين، طبعا ابتدي يعني احنا ما قلناش ان احنا
بنمسح طبعا الزيادات اللي عندي، انا ما بسيبش الهكسجونال كده، لا بمسح الزيادات اللي عندي طبعا بالشكل ده كده، احاول على قد ما اقدر ان ما يبقاش عندي المسح كتير. هبتدي ان انا ارسم اهو بالشكل ده، اهي النط بتاعتي دي القاعده بتاعتها. يا ترى ارتفاعها كام؟ انا عارف ان السكنس بتاعها هي نفس القطر الداخلي بتاعت المسمار بتاعي، نبقى هاجي كده اهو طلعت بنفس القطر اللي هو عندي كام، 40 اهو مثلا، وقمت واخده طبعا انا مش بقيس، فناخد بالنا من حاجه زي كده. وابتدي ان انا اقفل بقى الايه يا باشمهندسين، اقفل الجسم بتاعي اهو بالشكل ده كده اهو، اخد الخطوط بقى اللي هي اسقاط الخطوط اللي هي بتمثل لي المستوى المايل الاولاني، وبعدين المستوى اللي قدامي اهو اللي هو هيبقى مستوى الرأسي بالشكل ده، والمستوى الاخير خالص اللي هو المايل اسقاط الظل بتاع المايل اهو بالشكل ده كده. بعد ما انا عملت كده هبتدي ان انا اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل الكيرفت كورنر بقى، عايز اعمل نتيجة لان حصل عندي الشامفر، فعايز اعمل الكيرف. فاعمل الكيرف ده ازاي؟ انا عندي السنتر لاين بتاعي بتاع اللي كنا عملناه دوت اهو هيطلع لفوق كده بالشكل ده. لو انا ركزت هنا يا باشمهندسين، لو انا ركزت في السنتر لاين ده كده، انا عايز اعمل كيرف، الكيرف ده يكون فوق اللي هو فين، اللي هو يعني يكون هنا الكيرف ده والريديس بتاعه ار. يعني احنا لو رجعنا تاني للشكل بتاعنا ده، انا عايز اعمل الكيرف ده اهو اهو ده كده، ويبقى الريديس بتاعه اللي هو الار، الار اللي هو قيمته ايه يا باشمهندسين، اللي هي مرة ونص دي. فاعملها ازاي؟ مش انا لو انا قمت واقف فوق هنا وفتحت البرجل بواحد ونص دي وخدت كيرف بالشكل ده على السنتر لاين، وجيت عند نقطة تقاطع الكيرف مع السنتر لاين، جيت عند نقطة التقاطع بتاع الكيرف مع السنتر لاين ده، وقمت جاية راكزة بنفس فتحة البرجل بتاعي في النقطة ده اهي، وقمت جاية راسم، مش هعمل كيرف مماس كده والريديوس بتاعه هيبقى قيمته واحد ونص دي، تمام كده. انا برافو عليا ان انا خلاص عرفت بداية ونهاية المنحنى اللي على اساسه برضو هيبقى بداية ونهاية الكيرفين التانيين اللي ايه اللي بيتولدوا في المستويين التانيين. يبقى اجي كده ببساطة خالص اهو عند نهاية الكيرف بتاعي، اخد خط افقي اهو نهاية الكيرف دي وخط افق نهاية الكيرف ده، اخد خط كده بخط عمل خفيف بالنسبة لي، بحيث ان الخط ده بيمثل لي نهاية الكيرف للموجودين في المستويات التانية اهو. عايز اعمل بقى الكيرف اللي هنا والكيرف اللي هنا اللي هو فين، لما اجي ابص الكيرف ده اهو من الناحية دي والكيرف ده في الناحية دي، عايز ان انا ارسمه. وخد بالك ان هو في مستوى ظل، يعني انا ساقطه على ان مستوى الظل بتاعه، فمش هيبقى بنفس قيمة الار. فازاي ان انا اعمله يا باشمهندسين؟ هاجي هنا، هاجي بخط عمل خفيف برضو، هنصف بالشكل ده. هنصف ايه بقى؟ هنصف الايه المستوى الرأسي اللي عندي بالشكل ده كده، هنصفه بخط عمل خفيف اللي هو ايه المستوى المستطيل ده اهو، هنصف كده اهو بخط عمل خفيف، وزيه برضو الناحية التانية هيتم نفس الخطوات اللي انا هعملها الناحية دي اهو. بعد ما نصف هلاقي في نقطتين، النقطة دي والنقطة دي، اوصل ما بينهم بالشكل ده. طيب بعد ما انا وصلت ما بينهم فتولد ما بينهم خط، الخط ده انا عايز ان انا انصفه، الخط ده انا كنت عايز ان انا انصفه. طب خدنا في اعدادي ازاي انصف خط، لما يبقى فيه خط كده بالشكل ده اهو بين نقطتين، ازاي كنت انصفه؟ كنت بركز في المركز الاولاني اللي هو ده نهاية الخط ده، وابتدي ان انا افتح البرجل كده بالنظر بمسافة اكبر من نص، واقوم واخده كيرف بعيد كده وكيرف فوق وتحت اهو، وزيه بالظبط هروح في المركز التاني اللي هو المفروض اركز فيه بالبرجل، وبنفس فتحة البرجل اللي انا خدتها اخد كيرف الناحية دي وكيرف الناحية دي، الاتنين هيقطعوا بعض اهو في نقطة هنا ونقطة هنا بالشكل ده. ساعتها لو وصلت ما بين النقطتين بخط انا كده نصفت ان ده قد ده.
تمام كده، فهعمل الحكاية دي في اللاين اللي انا لسه رسمها حالا اللي هو ده ما بين النقطتين دول، هعمل الحكاية دي وانصفها. طيب لما نصف الخط ده يا باشمهندسين نفترض خلاص ان احنا نصفناه، فهينتج منه خط اهو في النص وهينزل بالشكل ده اهو. هيقطع لي ايه؟ هيقطع لي نقطة، الخط الرأسي ده هو في النقطة، النقطة دي لو ركزت فيها وفتحت البرجة لغاية فوق هنا اهو وقمت راسم كيرف، خلاص طلع لي الكيرف بتاعي بالشكل ده. تمام، يبقى زيها بالظبط هنعمل الناحية التانية. واخر حاجة خالص بقى بقوم واخدة عاملة شنفر اللي هو على زاوية 30 درجة من الافقي اهو بالشكل ده اهو، اقوم جاية عاملة زي ايه مماس كده للكيرف اللي طلع ده على زاوية 30 بالشكل ده كده اهو. دي اخر حاجة خالص، وابتدي ان انا امسح بقى. امسح ايه يا باشمهندسين؟ امسح الزياده اللي هنا كده يا باشمهندسين الصغيره دي اهي كده، دي اهي وهي بالشكل ده كده تمام. وبسيب الخط اللي فوق ده ما بمسحوش خالص، الخط ده كده بسيبه زي ما هو، ما ينفعش ان انا امسحه. ليه يا باشمهندسين؟ علشان خاطر الخط ده اصلا موجود عندي. تعالوا نرجع كده لل3D اهو، انا عندي النتيجه للشنفر لسه مازال اهو، الخط ده اهو لسه مازال موجود عندي اهو يا باشمهندسين اهو، نتيجه للدايره اللي فوق اللي حصل عمليه الشنفر، فالخط ده موجود بس مش موجود عندي في الكيرفد كورنر اللي عندي هنا بالشكل ده كده، ولا موجود هنا، فعلشان كده مسحته في المسقط بتاعي. طيب تعالوا بقى مع بعض، عايز اعمل سايد فيو. طبعا اعمله ازاي؟ هيبقى جميل يعني سهل جدا برضو ما فيهوش اي حاجه. هاجي اهو يا باشمهندسين، وليكن انا عايزاه يكون بالنسبه لي رايت سايد فيو، فهيبتدي مع نفس البدايه بتاعه الاليفيجن من تحت ويطلع يطلع يطلع لفوق كده لغايه نفس الارتفاع والعرض بتاعه اللي هي الويدز اهي، العرض بتاعه اللي هي الويدز اللي عندي اللي هو 1.5 دي زائد 3 ملي اهو بالشكل ده بالشكل ده اهو، واطلع هنا بالشكل ده اهو، واقفله بقى اهو المستطيل بتاعي، المستوى بتاعي الكلي بتاع الصامولة. وبعدين في خط بقى ايه في النص نتيجة للايه للمستوى، انهم عبارة عن مستويين مايلين بالشكل ده كده اهو، واخد الخط، ناقص بس ان انا اعمل الكيرفين وخلاص. فبنفس الخطوات اللي انا عملتها عشان اجيب الكيرفين في الاليفيجن اللي هما بتوع اليمين والشمال، نفس الوضع ان انا هاخد يا باشمهندسين بالشكل ده اهو، هنصف المستوى اهو، هنصفه بخط عمل خفيف، وبعد كده هقوم جاي عامل ايه؟ هقوم جاي يا باشمهندسين جاي ببساطة موصل ما بين النقطة والنقطة اللي هي تحت عند نهاية الكيرف. طب اجيب النقطة دي منين؟ اهم الاليفيجن انت اوريدي جبتها، فهتسقطها هناك اللي هي اللاين ده، هتسقطه هناك كده قدامه اهو بالشكل ده. وبعدين نوصل ما بين النقطة دي والنقطة دي بخط اهو، وبعدين ننصف الخط ده بخط عمودي عليه اهو، هيقطع لي الخط الرأسي ده في نقطة اركز فيه يا باشمهندسين، وابتدي ان انا افتح البرجة لغاية فوق واقوم واخدة كيرف بالشكل ده كده. وزيها النص التاني، هنا ما بمسحش الايدج دي، هنا ما بمسحهاش. ليه؟ لانها موجودة اهو. لما ارجع للشكل بتاعي اللي هو بتاع ال 3D، لما اجي ابص في السايد فيو يا باشمهندسين اهو، الدايره بتاع الويدز اهو، الويدز عندي بالشكل ده خلاص، الدايره بتاعي واخده الويدز كله بالشكل ده. فبالتالي انا عندي الخط ده موجود من فوق والخط ده موجود من فوق، فما بضطرش ان انا ما بروحش ان انا امسح يا باشمهندسين الجزء اللي انا هشاور عليه حالا او هلونه، ده ما بمسحوش يا باشمهندسين خالص في حاله السايد فيو. انما انا بمسحه فين؟ في حاله الاليفيجن اللي هي الحته الصغننه دي، انا بمسحها وبعمل الشنفر اللي هو على زاويه 30 درجه بالشكل ده كده يا باشمهندسين. كده انا رسمت بالنسبه لي الايه الثلاث مساقط للهكسجونال نوت. طيب هل ما فيش الا الهكسجونال نوت؟ لا، في كمان السكوير نوت.
السكوير نوت عشان متماثلة يعني لما بتيجي تبص لها يمينها زي شمالها، فبالتالي ملهاش غير مسقطين بس، مسقط رأسي ومسقط أفقي. فإما إنها تجيلي بالشكل ده يا باشمهندسين أهو على طول دايركت، وساعتها الريديوس بتاعها الار ده اهو قيمته بتساوي ايه؟ الار هتساوي 2 الدي، تمام كده؟ وبنعملها بنفس الطريقة، او ان بيبقى بيجيلي المسقط بتاعها بالشكل اللي عندي تحت ده، يعني تجيلي في الشكل اللي عندي، اما اجي بقى قدام اجمع تجيلي اصلا التوب فيو بتاعها ملفوف بالشكل ده. فبالتالي انا محتاج نقطة بداية ونهاية الكيرف، فمش هعرف ان انا اجيبها، تمام؟ فبضطر ان انا اعمل ايه؟ بضطر ان انا ارسم لها المسقط بتاعها العادي خالص، اللي هو كأني بصة كده، تمام؟ اللي هنا بيمثل لي كده اللي هو سايد فيو، اللي هو بطريقة الرسم العادية، اللي هو الارتفاع بتاعي اللي هو السيكنس دي، وابتدي عملتها ان انا اركز في النقطة دي وافتح البرجل باتنين دي واخد كيرف، ومن النقطة دي اقوم رسم الكيرف اهو، ما فيش اي مشكلة خالص. واقوم بعديها على طول بعد ما انا اعمل الخطوات دي اقوم جاية خلاص انا جبت النقطة دي اهي اللي هي بتمثل لي النقطة دي، انا جبتها اقوم اسقطها هناك خلاص، جبت نهاية وبداية الكيرف اهي المماس من فوق بالشكل ده، وابتدي ان انا اعمل الكيرف ان انا انصف في النص، واعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها علشان ارسم الايه الهكسجنال نوت، واجيب الريديوس بتاعي بنفس الطريقة اللي انا استخدمتها. فاضل حاجة بسيطة انا ما قلتهاش وانا برسم الهكسجنال نوت، ان انا عندي هنا ده ثقب داخلي اهو، يعني ده يعتبر ثقب داخلي، فبالتالي هيبقى لازم في هيدن لاين في حالة السكوير نوت طبعا موجود، وبيبقوا اتنين هيدن لاين، واحد بيمثل لي القطر العادي اللي هو الدي، والتاني اللي جواه بيمثل لي ايه يا شطار؟ بيمثل لي اللي هو 0.85 من الدي بالشكل ده، تمام كده يا باشمهندسين. طبعا برضو لازم ان انا اتعرف على الواشر اللي هي الوردة اللي هي دايما بتبقى محطوطة تحت الصامولة، اللي هي بتبقى بالنسبة لي ايه بتربط اكتر، بتزود لما هناخدها اكتر بيبقى مساحة التحميل بتاعتها بتبقى على مساحة اكبر، فبالتالي بتتحمل بتبقى الربط بتاعي اقوى، قوة الربط اقوى، فايه فبتبقى دي الوردة دي بيبقى القطر بتاعها، القطر بتاعها بيبقى مرتين من دي زائد 4 ملم، والسمك بتاعها 0.15 من الدي، دي برضو الابعاد بتاعتها ستاندر، فبالنسبة لي المسقطين بتوعها بيبقوا بساط جدا، ما فيش اي مشكلة فيهم. طيب بالنسبة بقى للهكسجنال اند سكوير هيد بولت، نفس الفكرة بالظبط، ان انا ارسم المساقط بتاعتهم زي ما هم باينين قدامي كده بالشكل ده، نفس الفكرة مفيش اي حاجة خالص، بس بيبقى الراس بتاعتهم بدل ما بيبقى الهكسجنال نوت مثلا عندي الراس بتاعتها ارتفاعها بيبقى دي، لا هنا بتبقى 0.75 من الدي، لكن في حالة السكوير نوت بتبقى 0.75 من الدي، برضو نفس الوضع بالمقارنة لما كنا بنرسم النوتس اللي هي الصواميل، لكن لما ارسم المسمار راس المسمار بتاعي السيكنس بتاعها بيقل بالشكل ده. طيب هل هنا الطول بتاعي هو زي ما انا شايفاه، الطول بتاعي يا ترى بيبقى قيمته كام؟ انا ببتدي اشوف انا برسمه، هندرسه بقى بالتفصيل، بس انا بالنسبة لي المسافة دي انا ممكن ان انا اجيبها بالسكيل، مفيش اي حاجة خالص كده يا باشمهندسين، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نرسم الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفينه بالشكل ده، وهي نفس الطريقة بيزيد بس علينا يا باشمهندسين في المساقط زي ما احنا شايفين كده، ان بيبقى عندي الدايره دي هيدن اللي هي الدايره هي الدايره ده اللي جوه دي اللي هي الدايره دي هيدن، ليه؟ لان انا لما ابص هنا في الاتجاه ده فبتبقى الدايره اللي فوق نتيجه لعمليه الشامفر دي يا باشمهندسين بتبقى ايه مختفيه، فبالتالي برسمها هيدن لاين زي ما انا شايف. طيب لو احنا بقى جمعنا التلاتة مع بعض، لو انا عايز ارسم مسمار اهو بالشكل ده يا باشمهندسين، والمسمار ده ليه طول معين ونهايته انا مركبة واشر بالشكل ده كده يا باشمهندسين اللي هي دي الواشر اللي هي الوردة اهو، وعاملة برضو يا باشمهندسين حاطة ايه، حاطة وراه اللي هي
الهكسجنال نات اهي بالشكل ده مركباها، وعايزه ان انا بعد ما انا ارسمهم اطلع المساقط. فهتلاقوا الموضوع بسيط جدا، لان لما ابص كده انا اول حاجه هشوفها ايه؟ انا هشوف بالنسبه لي اول حاجه الدوائر اللي هي نتيجه لنهايه المسمار بتاعي، اللي هو الدايره دي والدايره دي اللي هي في قلبها بالشكل ده. هشوف دول، وهشوف ايه كمان؟ هرسم المسقط بتاع ايه؟ الهكسجنال نط هي اللي احنا لسه متعلمينها من شويه، وهرسم الدايره الكبيره بتاعت الواشر بالشكل ده يا باشمهندسين. وهتلاقوا ان دايما في تطابق ما بين راس المسمار في الابعاد والنط اللي عندي. تمام كده يا باشمهندسين، اتمنى ان الدنيا تكون واضحه بالنسبه لكم ان شاء الله، ويبقى في تطبيق كويس في الشيت، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.